مساء الخير. انت حد يشلي المواد والجدع ده يا هانم. انا انسه هانم. نعم يا حضره الضابط. تلاقي الباشا جاي ياخد فلوسه. وماله ياخده؟ هات يا عم الفلوس جاهزه. اتفضل يا حضره الضابط. يعني احنا مش ممكن نهدى ونفهم بعض؟ نفهم ايه يا صادق باشا؟ احنا مش خلاص اتفقنا نتقابل في المحكمه قدام القاضي؟ على الله يعرف يقنعه. لا ما تقلقيش الباشا مقنع. اتفضل يا حضره الضابط رجع الفلوس مكانها وخد الايصال بتاعك. مش دي عهدة الشغل ولا ايه؟ الفلوس دي مش بتاعتي يا هانم. انا بحبك بجد وممكن اضحي باي حاجة في العالم علشان نكون مع بعض. استني بقى مش عايزك هانم. ممكن تهدي شوية؟ لو عايز اخد ايه؟ بقول اهدي شوية مش تغلطي في الكل. يا دكتور عاوني اتكلم. انا بطلب ايد اختك للمرة التانية دلوقتي قدامك. اتكلم اقول ايه يا صديق بيه؟ اختي هي صاحبة القرار. هي اللي اختارت في الاول وهي اللي تحملت النتيجه. كلنا تحملنا بزياده قوي. خلاص ما عادش في حد هيتحمل حاجه تاني. خد فلوسك يا باشا. الفلوس دي لما قبلتها من خطيبي مش منك. ودلوقتي خد فلوسك وحل عنا. اتفضل. شوك في المحكمه يا دكتور عوي.
خلاص يا معلم حودة. حودة سخاف منك، السك اضرب حودة، حودة اديك وس. ليه بس؟ داني غلبان، داني جاي لك ومدد ايدي بالخير كله. خد يا معلم حودة، بر نفسك بحاجة حلوة. ايه ده لوس؟ 100 جنيه؟ سكي عاوز حودة اقلب حد؟ يا ولا يا مفتري، انا عايزين نعرف بس الظابط كان بيقول لك ايه. عبالة كده. حودة قول الكلام، حودة اخد 1000 جنيه اول. اعتبرهم وصلوك. كان عايزك تشتغل ندورج علينا؟ ايه ده؟ سكي عرف ازاي؟ شكرا عارف كل حاجة. وانت هتقول له يا معلم حودة؟ اتليم حودة 1000 جنيه؟ حودة فكر؟ حودة قول. وماله؟ خد. هتعرف تعد الألف جنيه ولا نعدهم لك احنا؟ اخلب بيتك السكري، كل دي لوسة امشي بيها وحدك وحدك. ولو مشيت معايا وبلغته بكل اللي هنقوله لك هنلايمك على شقة. شقة؟ شقة. شقة وحدي؟ شقة وحدك، وتبقى حودة الجديد زي جودة في ثوبه الجديد. جودة روح داهية، حودة روح السقة. سكي قول مدام، حودة مية مية، حودة اخد سقة لوس وكلام. باشا حودة، باشا حودة، باشا حودة. احلى منام الله خبتك يا سكي، اديك وسك. اللوسة دي لوسة تاعتي. سبحان العاطي، يدي الحلقة للي بلودان. ايه ده؟ اللوسة تاعتي. ايه ده؟ ايه ده؟ مشكلة دي، مش عايز يرجع مصر لما يقف جار ولاد الباشا. ولا مشكلة ولا حاجة، الكلام ده أساسا ما يأكلش معايا، وأنا محضر بدل الشاهد 4، وكل واحد عارف هيقول إيه، ومديهم اللي قوي قلوبهم. طب لا كملها أنت، وعم مسرحي بقى اللي طلع لنا في البخت. ولا حاجة، اتهفف نفوخه، اتطرد من محل، فشهادته ما بقاش لها أي قيمة. طب والولا حودة؟ نعم. يا ناقص حودة، حودة مين ده اللي الواحد يعمل له حسابه؟ ده واد عبيط. ولا حمو، روح نادينا حودة. موسي حمي معفن ده، عرف الموضوع بتاع صفيقي اللي هو الضابط ده، وبعدين هو وسه قلب ابيض اسود. حمده قالت ناوله 5000 جنيه. موسي عفن، قوم هو ادي حودة اللوسي دي اهي. يعني انت ناوي على يمن الاخر؟ لخص. شوف يا هانم، شوف اختك اقول ايه. حودة اقول لها اجي قولك هي بهدل حودة. هو عشان حودة مش قادر مقام. معلش يا ولا، ما احنا برضو عايزين نطم. ناوي على ايه ولا يا حودة؟ انت كمان اقول ناوي على حودة؟ ايه ده؟ حودة مش اخونا عيسى وملح؟ انت غالية عند حودة، عند الناس كلها. هانم، يعني انت هتروح تشهد قدام النيابة بالحق يا حودة؟ والله فيك الخير. حودة اجيبها باللوسة دي من سكي وموسي عشان هانم. خدي انت اولى بيها يا ولا. اولى ايه؟ انا اجيب اللوسة دي عشانك انت هانم. اهي اللوسة اهي. يا ربي، حتى حودة هنشحته منه. انا مش طايقة نفسي، خلاص انا مش طايقة نفسي يا ناس. سفا هانم، اختك قول ايه يا حودة؟ قدها وسها وقتي وهي عيانة؟ لا لا يا حودة، هي مش قصدها خالص، خليهم معاك، وما هنحتاجهم هناخدهم. وربنا المعبود، انتوا مش هياخدوا لوس من حدى وقتي؟ حدى روح النيابه بكره يسحد ضد اخوك ولا ده. طب اقعد يا ولا، اقعد يا ولا، نتعشى سوا. صحيح الدنيا بقى فيها خير، عوني روح نعشى. حاضر. لا عسى ده عند حودة. خدي معايا 100 جنيه تهني سكي اول. ايه ده؟ ايه ده؟ معلش يا جماعه، اسي تجيب لوس عسى تاني انت، احنا بس. هانم اوعي تسيبيني لوحدي، انا تعبانه قوي. مش هنسيبك يا بنت، حتى لو جانا وزير الصحه. انا مش عايز صغير هنداوي بيه، ولا انت فاكر يعني اللي انت بتعمله ده هيشيل عليا؟ انت مالك دخل عليا حامي كده ليه؟ وانا عملت ايه اكتر من عمل مدبولي ولا ابنه ولا عدلي ولا كل رجاله الزنقه؟ الرجاله اللي بتقول عليهم دول بيعاملوا هانم اكنها بنتهم ولا اختهم، انما انت الله اعلم بقى اذا كان تفكيرك سليم ولا لا. سليم ولا مكسر، خليك في نفسك. بكره يا اخويا لما تروح للنيابه وتشهد بالحق، نحمده مش هتسكت بعد ما تضيع اخوها، اكيد هتعديك وتقطع عيشك، ساعتها مش هتلاقي حد يوقف معاك غير. شوف غيري الله لا يسيئك يا هنداوي بيه، انا مش هغلب الاقي شغل، واللي عندي مكفيني والحمد لله،
انا صعبان عليا البنت السيدة دي اللي معشمها بذهبك، ولما تاخد غرضك منها هترميها رمية الكلاب. ما قلنا خليك في نفسك وما تعملش سيدة حجيتك. حجيت البيت الله تمنعني من ان انا ساعدك ولا اقف جنبك. استغفر الله العظيم. الله، طب ما تنادي عليا يا باشا ولا على حد من اللي بيتمرمغوا في خيرك. زهقت من النوم على السرير. طب يلا يا باشا بسم الله بقى. ايه اكل العيانين ده؟ دكتور ربنا يهديه بعد حرقه الدم بتاعت امبارح شاف مسعود كده لونه مخطوف حبتين وخاسس شويه، وهو مسعود قدامك يا باشا ويكذبني، راح كاتب له على مسلوق. اما مسعود بقى قال ايه؟ مش هاكل الاكل ده الا مع الباشا. كذاب انا اللي تشوفه وليد بيه اهو. قال لا ايه اللي ما خلاكش تطمن على عيالك يا باشا؟ وانا ولا عيالي لينا لازمه من غيرك؟ مسعود باشا، انا عايزك ترفع الولد ده لسابع دور وتهبده على نفوخه زرع بصل. عايز قال ايه يفهمني انني اعز عليه من عياله. بس هي دي الحقيقه يا باشا. الله اكبر، حلاوتك يا مسعود وانت مظبطني. وانت يا مسعود ما روحتش ليه انت كمان؟ وطقم البودي جاردات ما تغيرش ليه من امبارح؟ وما تقوليش عشان خاطرك. انا اللي امرتهم بكده يا باشا، فترة الليل منقيهم عيال خلاصة، اما بالنهار اي حتة منهم تسد. يلا يلا جابر الزاد. يلا يلا يا مسعود، الباشا ما ياكلش لوحده. قول يا مسعود، انت متجوز؟ عن قريبة يا باشا. وامك طمنتها؟ هو ده يا باشا ليه اهل ولا حتى ام تسال عليه؟ الله، ايه يا ولا؟ زعلت؟ اصلا يا باشا ما بحبش حد يجيب سيره ام. جرايه يا ولد، ده شرف ليك ولامك. بس يا وليد عنده حق يا اخي. برافو عليك يا ولد، برافو عليك. قول لي بقى، ابوك نفس النظام ولا نتريق براحتي؟ الله، في اهل؟ بس بقى يا اخي. ماشي يا باشا. اصل ابويا عيان قوي يا باشا. يا حبيب بابا يا نغه، انا مش فاهمك الليله دي على فكره. يا وليد بس بقى، واوعى تجيب سيره اخته ليقلبها لنا مناحه. لا، ما هاني مش مختومه على قفايا. ابويا حد جاب له افيون، مش هي دي حالته اللي انا سايباها عليها؟ سيد لا يجرؤ يعملها ولا يعرف له طريق. أكيد الشيخ اللي طلع لنا في المقدر جديد. وإيه اللي عامله ده؟ وإيه العيال اللي شكلها يجيب القلق اللي محدش يقدر عليه ده؟ إحنا ناقصين؟ بعد إذنك يا حبيبتي، كنت عايزك في موضوع مهم. اطلع نام يا سيد من 60 فضلك. أنا مش عارفة هلاقيها منك ولا من شكري ولا من أبويا ولا من البيل اللي راجع من اخر الدنيا عشان يهد الدنيا علينا. ايش يا سيد؟ ميرسي قوي يا حبيبتي. على العموم انا هكلمك بكره تكون اعصابك هديت شويه. قول يا سيد قول. حاضر حاضر حاضر. لا منسجمين قوي. ماشي. يا اخ وحيد، يا شيخ وحيد، يا شيخ وحيد. نعم يا ست صفية، يلي اسمك على اسم ستنا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يصح برضو ان الاخوة يشوفوا اختي وهي بتعامليني بالطريقة الفجة دي؟ بهدوء كده فهمني ايه اللي لمك على ناس زي دول؟ مالهم الناس اللي زي دول؟ في منهم ناس انا عارفهم كويس قوي، وعارفة ان في بينهم وبين الحكومة لبش. لبش؟ ده الفاظ تطلع منك؟ فين تعليمك وفين شهاداتك العليا؟ فين ثقافتك وفين وعيك؟ فين انت يا اخويا؟ منين جبت الافيون لابوك يا عم الشيخ؟ ده انت ضيعت شهور من العلاج اللي انا عماله عليه. العلاج اللي خلاك تستغلي حاجه ابوكي، العلاج اللي خلاك تتحكمي فيه وتذليه. وحاجاته دي مش حرام؟ الضرورات تبيح المحظورات، وعلاج الادمان ما يكونش بالامتناع المفاجئ. انا حبيت اخليه يمتنع بالتدريج
لاني ما استحملتش اشوفه وهو بيتعذب ويتقطع قدامي. ويا ريت حضرتك تسيبيني دلوقتي بقى عشان واحد من الاخوه ربنا رزقه بمولود والمفروض اننا نشاركه العقيقه. والعقيقه دي بقى ان شاء الله ما يجيبهاش من فلوسه ليه وما يتعققهاش ليه في وسط الغلابه. في منهم اللي كان معايا في لندن ومنهم اللي كان معايا في امريكا ومنهم اللي حالته على قده، وربنا سبحانه وتعالى امرنا ان القادر يساعد المحتاج. يا حبيب اختك يا حنين، طب ايه رايك بقى يا حبيبي لما تلمهم صحبه كده مع بعض وتفرش بيهم على اقرب رصيف لحد ما يجي اول بوكس يلمكوا وتبقوا ان شاء الله تكملوا العقيقه دي في التخشيبه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. فين اللي اسمه شكري؟ اللي اسمه شكري؟ عايز ايه من اللي اسمه شكري؟ عايزك تاخديله منه معاد ضروري جدا عشان انا لازم اقابله. والله المستعان. الله المستعان فعلا. رد يا زفت انت كمان. ايوه تجراسي خير. ايوه شكري. اخويا وحيد عايزك ضروري. وحيد بيه؟ عايزني في ايه؟ ما نعرفش يا شكري عايزك في ايه؟ انا كمان قلقانه من الناس اللي شكلها يقلق دي. يلا تعالى بسرعه. ما اكدبش عليكي، طالما العيال وصلوا بسرعه قوي كده يبقى الشر بينط من عينيهم. ولا تقلقي، هنظبطهولك ولا الأستاذة أبو تبشير. السلامة تجراسي. لا كده مش حلو، العيال دي ما تعرفش دماغها حادفة لحد فين، لا بيخافوا ولا يعمانيهم إرشاد. نعمل دماغ الأول ونفكر بهداوة. وليد. وليد يا مسعود، قلنا ايه يا مسعود؟ احنا اخوات وصحاب بره الشغل، اه، لكن انا جلال وفايزي والفجر اللي منهم حواليه قرشين ملحتي. طب قول لي ايه حكايه ولادك دي؟ انا خايف حد يسالني اتلخم وما اعرفش ارد عليه وبعدين يهرشوا المقلب. الله يخرب بيت غباوتك يا مسعود، انت هتخليني اندم ان جبتك تاكل عيش هنا؟ ايه ده؟ ايه اللي جاي ده؟ يا مش دي فيلا رقم 6 برضو؟ لا مش هي، ولو سمحت امشي من هنا. اه على فكره انا تعجبني لهجتك قوي، مميز كده وكمان غير كل البوديجاردات اللي انا شفتهم. احنا هنا بنقول الكلمه الاولانيه بهداوه، انما التاني لها شكل تاني خالص. ماشي، بقول لك مميز. على العموم ده الكارت بتاعي، مش هتخسر حاجه لو كلمتني، بالعكس كتير قوي. اتفضل يا استاذ، ارجع اتفضل. مين الواد ابو بدله ده؟ ابدا، ده واحد كده اداني الكارت بتاعه بيقول لي اتصل بيا، بس شكله يقلق. وهتخسر ايه؟ ما تتصل بيه وتشوف ايه ميته. وفد الباشا ولا وليد بيه هيعرفوا هنعمل ايه؟ يمكن فيها مصلحة وجاي منها خير يعم عليك وعليا، ولو فيها قلق يبقى ساعتها بقى نبلغ فرار ونروح نبلغ الباشا ولا نبلغ البيت. يبقى نتس. يا فوزية انا هعمل ايه يعني يا فوزية؟ انت مش وديتي الواد للدكتور؟ هفهم انا اكتر من الدكتور يعني؟ يعني وجودي زي عادة مفهمي؟ لا، كلمي مامتك ولا حد من اخواتك يجي يونسك. سلام. يا ولا بلاش مكابرة، روح اطمن على ابنك. يا باشا ده نسوان والشفاقر. قال ايه؟ خايفة تقعد في البيت لوحدها. اتصل بحد من الدكاترة اللي بياكلوا فتة محلولة وبياخدوا ألوفات على شوية أونطة يروح يكشف على الولا تاني. ايوه، تشغلش بالك انت يا باشا بالموضوع ده، انا عارف هي عاملة الفيلم الهندي ده كله ليه. فاكراك داير تشمشم. نعمل ايه بقى يا باشا؟ طلع لها قل في مخها. عايزني اعرف منك، هل التمثيل باللهجة السعودية صعب؟ الحياة التمثيل بأي لهجة غير لهجة الفنانة الطبيعية فعلا صعبة، لأن وقتها الممثل بيصعب. مين المزة دي يا علي؟ قالت يا باشا نوع شوي، وطبعا ده أحيانا كتيرة ممكن يجي على حساب الأداء. وأنا كان ليا تجارب اللغة الفصحى قبل كده
الحقيقه في الاول شويه. انت هي الجري ولا ايه؟ نوع جديد ما جربتوش. الحمد لله. شايف يا ولا شكلها هادي وتحس انها بنت ناس قوي. بس انت يا باشا تعرف ابوها عز المعرفه. بقى معقول المزه الجامده دي بنت حد اني نعرفه؟ ابوها شوقي السواق الخصوصي بتاعك. شوقي بتاعنا؟ ايوه يا باشا، انا كنت شفته مره واقف مع فايزي بيوريله صورتها في الجورنان، ومتهيالي يعني يا باشا انك هتعمل خاطر لعشره الراجل الطيب ده وتكلفني انا بالمهمه الصعبه اياه. جاتك نيله في هبلك، دي شغله اللي ملوش شغلانه يا باشا. دي اخر واحده كانت هتودينا في داهيه، والدنيا اتملت فضايح وفضائيات، وهوب هنلاقي الخبر اتنشر صوت وصوره، وعليا يا باشا على حاجه ما تستاهلش. الله يحرقك يا شوقي، بقى حته سواق يبقى عنده الجمال النايم ده. طب بص يا باشا، انا هتصل لك باللي يدبر القعده وهنبقى في امان. روح يا ولا، ما دام عقلك مشغول بابنك ومراتك دمك هيتقل ولسانك هيتقص منه حته. قولي حاجه يا باشا. بصراحه يعني انا خايف امشي تروح منادي على اي حد يحط لك تعميره يحط لك حجر. لا انا هنخاف منك يا تغف. قوم يا ولا وليد قبل ما ننده حيطه من اللي بره يفعصك. لا يا باشا وعلى ايه؟ اشوفك بعافيه. الله يعافيك يا اخويا. ان شاء الله يعني اقدر اقدم لهم حاجات تسعدهم واكون عند حسن ظنهم. ان شاء الله نتمنى لك التوفيق. شكرا ميرسي. يا بابا يعني دلوقتي لو كنا سجلنا اللقاء. هو ده لقاء؟ ده ما استمرش غير دقايق. بكره هيبقى هو التسجيل الرئيسي في الحلقه كلها. ما هو لو تفضي دماغك لشغلك وتسيبك من اللافندا بدور العمر في فيلم كبير من الريجيسير وعدوا بيه كان ده يحصل. بابا نعم. متهيألي ميعاد نومك فات من زمان. قولي بقى ان انت عايزه تتصلي بيه تفرحيه. بس على فكره ممكن وده ما استبعدوش من انسان زي بدا وده يكون بيفكر فيه ويغير منك. والله يا بابا انت ظالمه. اقوم انا بقى انام واسيبك لغايه ما تخلصي الكارت اللي حيلتك. الله ده الباشا. الو سلامتك يا باشا. والله انا انت تستاهل كل خير يا شوقي. راجل زيك مخلف الاموره اللي كلها فن وحاجات كتير زي الفل. ساعة الباشا انا شفت التلفزيون من شوية ولولا الولا وليد ما كنتش عرفت. ربنا يخليك وخلينا وليد بيه. خير يا باشا؟ هيكون ايه غير كل خير. جرى ايه يا شاوي؟ انت شارب حاجة؟ انا برضو اللي شارب. ما تعلي صوت. حضرتك تأمرني بحاجة؟ اديني الأمورة نبارك ونهني. حاضر. ثانية واحدة، الباشا شافك في التلفزيون وعايز يبارك لك. ألو. ألو ازيك يا فنانة؟ زي القمر وربنا. ميرسي يا عمو. من أولها عمو أفندم؟ لا أصلي كنت بنفكر ندخل بتقلي في الفن وقلت يعني إن ألو. هو ماله يا بابا؟ ورديني كده. هو اللي قفل ولا انت اللي قفلتي؟ لا تقريبا الشحن خلص. هو كان كارت. الله يا بابا، شحن البطاريه مش الكارت. وبعدين يعني في ايه؟ يعني ايه في ايه؟ يعني شايفاك ارتبكت كده من اول المكالمه. مفيش، ربنا يستر. فايزي جلال انت فين يا حيطه منك ليه؟ امرني يا باشا. حد فيكم معاه تليفون الولا اورن الدكر؟ اورن الدكر ده هتلاقيه مع وليد بيه يا باشا. اتصل بزفت وخليه يبلغ اورني يرفع الاريال الليله للدور السابع ويجيب لي قناتين ارسال مورورين وملزلزين صوت وصوره وغروف داهيه. ماشي يا باشا. فينك يا نهى؟ الله يخرب بيتك يا شوقي الكلب.
سلمى يا دكتور ما شفتش سلمى ما حدش شاف سلمى يا ناس يا سلمى ما شفتش سلمى ما شفتش سلمى يا اختي ما هي اللي في ايه اللي في مستشفى هو في فوق انت كنت فين يا بنت هو بس انا فاكره ما فيش حاجه يا عمي ولا كده ولا كده ولا كده ولا كده انت بتمشي يا بنت هو انا اللي حصل لي حاجه شويتين أو أنا ضحكت عليكم بيها قلت بس نعرف نلغتي عندكم عشان تعرفي المفاصل ضفايا لما تحبي بتاعك تبقى خاطر يعني ايه بقى كده امال ايه انا عجله بتلاتينه طب تبقى معلش سلمى بنت يا سلمى ايه فين هنا خير يا بنت انا تعبانه قوي يا هين كان نفسي نطمنك بس الوجع اللي في ظهري ربنا ما يكتبه على حد صباح الفل يا مفعوصه اخت عليك يا ولد دي سلمى ست البنات بنقول لك ايه هين قولي للولد ده يبعد عني بدل برحمه امي لو كنت بصحتي كنت قمت عجيتك اخت عليك يا بنت عن كده تزعليش يا ستي انا كده كده نازل جاني استدعى من النيابه اما نروح نشوف هم عايزين ليه لا نيابه ولا محكمه انت تاخد اختك معايا دلوقتي وننزل بيها على مصر هناك ان شاء الله في امكانيات اكتر ما تسيبيها هانم يروح ويجي على بال ما الدكاتره يكتبوا لها اذن خروج والاستدعى ده جاي من عند ابويا استدعى من النيابه واضح ان كلام الولا حوده طلع بجد طب روح وارجع بسرعه عشان تنزل اختك معايا عربيه الاسعاف هو انا عارف اللي هيحصل دي نيابه يا هانم ما يمكن يحجزوني هناك وبعدين انا مش عارف مصر العطاش جه عمل ايه ما سمعتيش الدكاترة قالوا ايه؟ قالوا ما ينفعش تتنقل مصر في حالتها دي، لازم تتنقل بطيارة، عندك طيارة يا هانم؟ روح يا عوني يلا روح. اوعى يا هانم، اوعى تنقل اختك دلوقتي، أنا عارف دماغك ناشفة، اوعى تعمليها. شفت يا أبو الرجالة؟ وأني اللي كنت فاكرة حنين؟ طلع ما يتخيرش عن بدوي الجبان. تقلقيش يا بنتي سلمى. أني هنعمل إن شاء الله اللي يقدرني عليه ربنا. هاني ماني كنت محتاج نتصل بشفيق قصدي صادق معلش يا هانم لازم نتصل بيه عشان يجي يشهد اصلا مطوع قافل موبايله وبقاله كام يوم وما نعرفش عنه حاجه يتصل ولا ما يتصلش واني مالي بقول لك يا هانم مش وقته مش وقته تبوس ايدك عقل اختك يا انت اني فوجئت زي سعادتك كده هو لقيتهم كلهم مصرين ان هم يدلوا بشهادتهم رغم ان انا حذرتهم من مغبة الشهادة الزور لدرجة ان في واحد منهم هب فيا وقال لي يا استاذ مرسي هنروح من ربنا فين لابد ان ندلي بشهادتنا اما التاني اقعد يا استاذ مرسي اقعد انت قلت لي كانت الساعة كام ما بين الظهر والعصر يا باشا تقريبا كده تلاتة وشوية وما منعتهاش ليه سعادتك يا باشا عارف ان العمارة في مكتب محاسبة وعيادة الدكتور وهي قالت لي بالحرف الواحد انها طالعة المكتب في شغل ومش معقولة هتأكد من اللي في المكتب على اي عمل يطلع له ايه وجودها طلع امتى؟ طلع يجي كده بعدها بربع ساعة اصله بيجي كل كام يوم يشقق على الشقة واللي فيه من بعد ما شقق اللي قصاده اتسرقت ايوه يا باشا قبلني ما اشتغل في العمارة وايه اللي وداك هناك؟ انا اصلي بيه بياع دول ماشي على الكورنيش واحلى وقت للبيع ساعة العصرية راح بابنك العيادة الساعة 3 وميعاد العيادة الساعة 7 اعمل ايه يا بيه؟ الواد كان جسمه مولع نار، قلت اروح احجز له عند الدكتور عشان يبقى في الكشف الاولاني. كان منظره يلفت النظر لوحده يا باشا، كان عمال يتلفت حواليه ويصفر. وكل ما يصفر الشباك ينفتح وتنزل منه حاجة ملفوفة. آخر مرة لقيت رزق فلوسي اتحدفت. لقفة هو اتلمت عليه الناس. إلا وفجأة بنلاقي البت بتمرحها من الشباك. معاك بطاقة؟ انت اللاج اللي يقعد يتبع ده سياسك وخدها مس بطاقه بطاقه واحز تحت كوبري خلاله اي اثبات شخصيه يعني خدها مس افهم حاجه وهو صلحي اشتغل جوده اقلع وهو خدها قول كل حاجه حوده فعلا بيقول الحقيقه سعاده الباشا يعني اداك الفلوس فعلا واديتهم لجوده ايوه 2000 جنيه ويوم الحادث خرج معاها؟ خرج بيه قدامي والله اعلم طب تعالى يا مصلح امضي على اقوالك حاضر يا بيه وهي دي امضتي والله اعلم
ودي شهادات بامضته عليها باستلام الملابس الجاهزة. راحت فين بعد كده الله اعلم. يعني انت بتتهمه بالسرقة؟ اذا كان علي انا مش هعتقه، انما صاحبة المحل ام قلب من ذهب رفضت ان هي تقدم الشهادات دي دليل ادانته واكتفت بطرده من المحل. اما الولا حودة فده شخص عديم الاهلية لا تؤخذ بشهادته، وبناء عليه استنى يا عسكري. دكتور عوني صادق باشا، اخبارك ايه؟ ارجوك ادخل وكيل النيابه او اتصل بالدكتور اسماعيل استعجله، في حاجه غلط. طمن يا عوني كل حاجه تبقى كويسه، ما تخافش. طمن. انا مش شايف لزوم لنزولها القاهره تعمل هناك العمليه. حضرتك اللي قلت انه ممكن هناك نلاقي امكانيات اكتر. تعالي لحظه. لا، قول لها اللي انت عاوز تقوله هنا يا دكتور، أنا عارفة وحاسة باللي بي، مش هنعيط. أنا هاخدها تمضي على تعهد قدام مدير المستشفى، ولا فكرك خروجك من هنا بالساهل؟ يا أنسة، أختك من خلال الأشعة اللي عملناها حالتها أخطر بكتير مما كنا نتصور، وأني قصدي مصري عن المستشفيات الخاصة. إحنا معانا فلوس، معانا فلوس يا دكتور، معانا فلوس كتير قوي، وهي بقية الفلوس وصلت اهي. كده يبقى معانا يجي 60,000. خير يا دكتور؟ وريله الفلوس عشان يصدق. يا ستي والله مصدق، بس مش مصدق ان مبلغ زي ده ولا قده 10 مرات يرجع اختكم زي ما كانت. يا جماعه العمود الفقري تقريبا وبالمعنى الدارج كده بدشدش، ونفس الشيء الحوض والركبتين. وايه الحل؟ عمليه زي دي مكلفه، ممكن تعدي مليون جنيه. ايه؟ وده علشان تقدر تمشي على عكاز. عكاز؟ اسم المستشفى دي ايه؟ في 6 اكتوبر السلموني كلينيك، وفي القطاميه وبهنس كلينيك، وطبعا من الاسماء تعرفوا قد ايه التكاليف والاسعار. ولو نقلناها مستشفى عام؟ للاسف هيبقى كرسي متحرك. كرسي متحرك؟ لا، احنا نروح نمضي التعهد وناخد البت اي مستشفى من اللي هو قال عليه. اي رسم دخول هيبقى ضعف المبلغ اللي معانا يا هان. مش مهم، نبيع الدنيا عشان اختك. تفتكري الدكتور هيكون قال لها ايه؟ مش عارف، انا شفتها واقفه معاه. أنا متشكرة قوي يا هند. متشكرة؟ متشكرة ده إيه يا بت؟ أنتِ عبيطة؟ هو إحنا في بينا الحاجات دي برضو؟ وبعدين بذمتك أنتِ مش لو مكاني هتعملي كده وأكتر؟ هو أنا صحيح مش هنعرف نمشي تاني يا هند؟ تصدقي الولا بدوي لو يدخل علينا دلوقتي ومعاه الحاجة اللي خدها؟ تصدقي إنك لئيمة؟ ما تردي يا بت على قد السؤال، أنتِ بتتوهي الكلام ليه؟ يلا يا هند، يلا شيلي معايا أختك. بالراحة يا نسا، مش كده؟ أنا أختي مش هتحط على كراسي. يا ريت يا ريت نقدر نشيلها على كرسي، ده لازم ترولي، وإسعاف لازم تكون مجهزة. فاهم؟ كرسي إيه ده؟ فيه إيه؟ ما تفهموني. مش كنا اطمنا على عوني وطمناه؟ خدي ردي عليه. مين؟ هيو يا هند. شفيق طمنيه. انت لسه حافظه رقمه؟ لا اله الا الله. ايوه يا حضره الضابط. ايه؟ امتى حصل ده؟ ايه يا بت في ايه؟ طب والموقف ايه دلوقتي؟ ايوه هو ايه اللي ايوه؟ ما تسكتي يا هان. الدكتور اسماعيل طمنك؟ طيب بلغوا ان عادي منفذة اللي في دماغها واخدين سلمى ونازلين مصر دلوقتي. ماشي، سلام. هيحجزوا يا بت؟ اه. ليه؟ كمان البخت بعيد عنك. يا اهلا بالشباب المظبوطين في الميعاد وفي التفكير السليم. شوف يا هندسه. لحظه يا اخ فايزي، انا دكتور، ودي خلي بالك كلفتني كتير قوي، جربه وسهر وتعب وحاجات تانيه كتير. اه يلا يلا يا فايزي يلا. يا جلال، واحنا جايين في يوم الشيف ايه؟ ما تهدى شويه بقى. ما عنديش اي مانع، اتفضلوا. يا عم الاشكال المهروشه ديت انا عارفها كويس. وعلى فكره انت ممكن تعرفوني كويس قوي كمان. ايه ده؟ 50,000 جنيه لحامله؟ ها اقول تتفضلوا تمشوا ولا تتفضلوا تقعدوا نتفاهم؟ يا دكتور لو الباشا عارف ممكن يجيب له كل واحد مننا 50,000 ومصيبه هو واهله. ايوه بس مش لحامله يعني. وهو يعرف منين يا جلال؟ على فكره
من مصلحتكم انتوا الاتنين انكم تصاحبوني، بس طبعا مع حفظ المقامات والالقاب. ها؟ وهم كان سؤال كده اعرف من خلالهم داخله للباشا، علشان عايز اتعاون معاه بيزنس كبير. ومين قال لسيادتك يعني ان احنا نعرف حاجه عن شغل الباشا؟ مش ده لو انا كلمتك اساسا عن شغل الباشا؟ بقول لك كان سؤال اعرف من خلالهم داخله للباشا، يعني سؤال عن حياته الشخصيه، يعني حاجه كده لو عرفها ما يزكوش عليها. يبقى نقعد يا فايزي. نقعد. اتفضل. اقعد. طلباتك يا دكتور. بنات حلوه مش كده؟ لا مؤاخذه. لا مؤاخذه. انا بسال مش بطلب اعتذار. اللي قولي يا جلجل، هو الباشا بتاعكو تأثر معاه المسائل اللي زي دي؟ هو يأثر مع الباشا إلا المسائل دي يا باشا. عظيم جدا، أنا كده متفائل. اللي قولي يا دكتور، هو حضرتك راجع من أمريكا بدكتوراه في إيه بالظبط؟ لا يا فايزي، أنا هنا اللي بسأل، ومع كل إجابة أدير مادي منفصل، ده غير طبعا اللي أنت لعفته. يبقى ده بتاعها يا دكتورها. لا، بتاعنا احنا الاثنين. يا حبايبي يا حلوين. ايه ده؟ عارف وحشني يا نت؟ وحشني يا نت والدور، ما كنتش اعرف انه هيوحشني كده. شايفه يا هانم فرحانه ازاي؟ اهلا يا هانم. اهلا ست هانم. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. والله يا هانم انا مش عارفه اقول لك ايه. والله العظيم ما كنتش اعرف. معلش، الحمد لله. اللي حصل حصل يا خالتي، يا ريت تاخدي هند تنام جنبك النهارده. هبعت بدري تاخدها. حاضر، انا هنزل احضر لكم الغدا عن اذنك. شكرا. ايه يا ناس ده، ايه يا ناس ده، عاشني والله. يوتي 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 والله. اللي قول لي بقى يا فايز، اخبار الاعداد والسهرات ايه؟ وبتعرفوا تعملوا اعداد ولا لا؟ اسكت يا مستر، دي اعداد جامده جدا. قول يا جلجل. كله في المية بقى يا دكتور. كبر نبيل ما شاء الله. انت مش جاي من امريكا بقى؟ يا اختي بلا قرف تكبر عيلته، انا مش طايقاه الايام دي. جدعاني انت بس مخلصينا السنه دي، وانت ترجعي بيتك بالف سلام. طب اختك اللي رميناها في المستشفى، ده تمن الليله هناك بشقاكي شهر في الزنقه. ربك يرزقنا برزقها. نفس الكلام ده قالوا اللي كانوا شغالين مع بهنس، ان هو اول ما بيتصل بينادي على اي حد واقف جنبه ويقعد يحكي له في نفس الموضوع. اللي انا عمري ما فهمته بقى، ازاي المرحومه اختي فضلت عبد الحميد الباشا ده على بهنس، وتلاقيها هي نفسها عمرها ما عرفت ليه. بس انا بقى عارف، علشان يكون هو ده المدخل. مدخل ايه؟ ولا حاجه يا ماما. ازيك يا هند؟ ازيك يا نبيل؟ دكتور نبيل يا هند، دي كلفتني كتير قوي. حق. انا عايزه افهم بقى ايه اللي حصل ده. ما تسالي يا خالتي. ويلكم هاني. ايه يا اخويا، في ايه؟ مش الناس تخبط الاول قبل ما تخش؟ وبعدين لو عايز الاوضه يعني قولي واني سيبهالك وامشي. اكسكيوز مي يا هاني، اربع سنين بره مصر اتعودت على حاجات تانية خالص. تعالى يا ولد عشان عايزك في موضوع مهم. خير يا اخوي. اختك سلمى. انت قلت مين؟ طنطك نوال حكيت لي على كل اللي سمعته من اختك في التليفون، ومع كل اللي انا شايفه عليك وعليها عرفت مدى اهتمامك واهميه الموضوع. طبعا مش اختي. شعور نبيل، لكن لازم يتفسر عملي. وللحظ سعيد ان انت وديتي اكبر مستشفى استثماري في مصر، ده تفكير سليم. لكن الاسلم بقى ان انت تخرجيها من نفس المكان بعد تحقيق الهدف المنشود، ولان مصاريف العلاج اصبح في حكم الهستيري، فلازم نقعد ونتفق هنعمل ايه بالظبط. والحظك بقى يا هانم ان الراجل المستثمر صاحب المستشفى ده انا اعرفه كويس قوي، يعني هو ممكن يعالج اختك من غير ما يدفعك ولا مليم. انت بتتكلم جد؟ افضل حضرتك يا هانم. حضرتك سيادتك يعني انت عند قولك؟ المهم انت تكوني عند قولك. طب وانا في ايدي اعمل؟ لا، في ايدك كتير قوي. انت هتنزلي دلوقتي تروحي معايا مشوار. المشوار ده لحد بهنس باشا، تحكي له ظروفك وظروف اختك، وهو الراجل قلبه كبير وهيقدر الظروف دي كويس قوي. بس ده كله بشرط واحد. اشرط يا اخويا، قول اللي انت عايزه. امضيله على وصولات امانه.
محدش يعرف. انا مش عايز اي حد يعرف باي حاجه، ولا اخواتك ولا اي حد في الفيلا هنا. اصل الراجل بيحب يعمل ثواب في الخفا. ايوه، انا نعرف ناس كتير قوي بيحبوا يعملوا الثواب لوجه الله. طيب انا عايزك بقى تلبسي الهدوم دي وتبقي ولا احلى برنسيس. الراجل ما بيحبش الهدوم المقطعه والحاله المتسوله اللي الناس بتروح له فيها، غير اننا رايحين له في مكان محترم ووسط موظفين. والاهم من ده كله يا هانم، برستيجي انا. ماشي ماشي. ايه ماشي؟ اغير. سوري يا هانم، بعد اذنك. اختي العيال المحبوسه دي. ايوه فايزي، كلها دقايق واكون جاهز عندك بالاموره اللي شفتها. مهمتك يا بطل انت وجلال تجهزوا دخولنا للفيلا من غير ما البنت اللي معايا تحس باي قلق. طيب اشتغل. لا لا ما تقلقش خالص من الموضوع ده، ده اول ما بهنس يشوفها ويعرف انها بنت الراجل المأمور منه طول العمر هيبقى ضمننا كل حاجه. لا لا انا مرتب كله يا فايزي، اوعى تقلق. طيب طيب هكلمك بعدين. سلام. انا جهزت. Yeah.